نروح لخبر تاني سباحنا. انتوا عارفين حضراتكم ان السباحة من الرياضات اللي ممكن تلعبها لغاية سن كبير، 60 و70 سنة و80 سنة كمان. عندنا فريق ماسترز في النادي الأهلي، عمرهم بسم الله ما شاء الله تاتشوود، يعني حاجة يعني كبيرة، وما زالوا بيعوموا لغاية دلوقتي. النادي الأهلي شارك بفريقه الماسترز بمشاركة 36 سباح في بطولة الجمهورية اللي اتعملت في اسكندرية في نادي سبورتنج، بواقع 27 سباح و9 سباحات. طبعا حاجة جميلة جدا، ولازم احنا في برنامج الأبطال نقف جنبهم ويعني ونذيع ونغطي أحداثهم. كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب البطولة وعملنا تغطية كاملة ليها، تعالوا نشوفها ونرجع لكم من جديد. بدأت في نادي أهلي طبعا من أنا صغير، ووصلت ان انا كنت بطل مصر وبطل افريقيا، كنت كابتن النادي وكنت صاحب رقم افريقيا، ورحت الاولمبياد سول سنه 88 لمس مصر في الاولمبياد غير بطولات العالم. ودلوقتي طبعا بلعب في الماسترز، واخر بطولتين الحمد لله واخد كاس احسن سباح في مصر في المرحله من 50 ل 54. النهارده الحمد لله عمت ال 50 متر كرول، دي اللي هي تخصصي الاساسي، والحمد لله كسبت السباق. الحمد لله من ساعه ما اتعملت بطوله الماسترز في مصر واخد كاحسن احسن سباح في المراحل السنيه اللي بنزل فيها. دلوقتي انا مرحله 60 65 69 الحمد لله بحرز المركز الاول في 5 سباقات وباخد احسن سباح. بلعب دلوقتي ماستر فوق ال 70 سنه، بنزل 50 و100 و200 صدر، و بكسب السباقات بتاعتي وكاس احسن سباح فوق 70 سنه، ورقمي من احسن 3 ارقام في العالم على البطوله اللي فاتت، بيصنف من احسن 3 ارقام على مستوى العالم. بطوله الماسترز هي زيها زي اي بطوله حتى بالنسبه للناشئين للعمومي، لانك لو مش متمرنه ما ينفعش. واهم حاجه الماسترز ان هم يواظبوا على التمرين، لان انت بتكبري، العمليه على القلب وعلى الصحه مش كويس انك تنزلي تعملي سبرنت او تعومي وانت مش متمرنه، لان ده مجهود زايد على الصحه وعلى قلب الواحد. هو طبعا التمرين اهم حاجه، وهم مهتمين جدا، وكابتن مجدي وكابتن محسن وكابتن سحر ونازله باستمرار بيتابعوكي على اساس تتمرني وما تقولي لا تعبانه النهارده او كده، لا اكننا رجعنا تاني صغيرين وعايزين نكسب، والاهلي طول عمره بيكسب، هي دي المشكله. فمش احنا داخلين على الهزيمه، فغصب عنك لازم ضميرك بيأنبك انك انت ما تروحش تتمرني، فبتتمرني والحمد لله ربنا بيوفقنا. بدات العب الماستر من حوالي 8 سنين، اشتغلت في النادي الاهلي من 4-5 سنين اول ما مسكت الماستر. بكسب في الماستر طبعا، انا بعوم من سن 60 ل 64، بكسب طبعا 50 حره وال 50 باك سباقاتي. انا بحكم دراستي كتربيه رياضيه وعملي كمدرب، يعني اجيد حته التعامل مع اللعبة بتدرج، وأدرس إمكانيات اللاعب قدامي واستغلها واستفيد بيها، وعالج نقط الضعف اللي موجودة عنده، فده طبقته على نفسي. لو هنتكلم عن الماستر مقارنة مثلا بالسباحة لسن للشباب مثلا الصغير، فاحنا هنا بنختلف، ان احنا هنا بنزود عليها ان احنا لازم نتعامل مع السن الكبير ده بحذر، ناخد جود ميديكال هيستوري، سواء بقى الامراض الباطنية اللي بتواجههم، الضغط، السكر، القلب، الكلى، الحاجات دي كلها يعني. فده اللي بيفرق اكتر عن الصغيرين. الصغيرين معظمهم شباب وما شاء الله يعني بتبقى صحتهم الله اكبر كويسة، فده كله كلام يعني لازم بيتحط في الحسبان يعني. الحقيقه فريق الماسترز للسباحه عندنا بيثبتوا يوم بعد يوم ان العمر مجرد رقم. ربنا يديكوا الصحه وتفضلوا دائما ابدا تعوموا وتمارسوا الرياضه.